منن قادرين يمرقوا عليكن شي. اللي اشترى أصواتكن مباحة شفتوا لوين وصلكن اليوم، واللي بده يشتريكن اليوم رح يبيعكن بكرة. ما تخلون يستغلوا حاجتكن اليوم للدولار والمازوت والبنزين وكروت التشريج والدواء ليشتروكن ويشتروا مصيركن لأربع سنين لقدام. ما تخلون يتاجروا فيكن ويرجعوا يقولولكن ما خلونا. أعطوا فرصة للناس جديدة ورجعوا حسبون. ما تخلون يحطوا بجيبتكن 100 دولار ويضحكوا عليكن بعد مرة. بعرف منيح إنه كتار ما بينبيعوا وما بينشروا، وخاصة بكسروان الفتوح وجبال، وهندي خايفين من هيدي الأكترية بالذات. بس ترفض تبرطل وتصوت بحرية وكرامة. كتير محتاج لهال100 دولار؟ إذا كتير محتاج إلها خدها منه، صوت ضده وخليك حر ووصل الحر يلي بيشبه.